السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا. مسي عليكم بالخير. مسي عليكم بالخير. مسي عليكم بالخير نايف، ومشاهدينا الكرام مسي عليكم بالخير من قطر أرض المحبة والثقافة والسلام. نقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ركز على الثقافة، أهم شيء الثقافة، لأن على طريق الثقافة راح نقدم حلقة مميزة مليئة بالثقافة، تستعرض أهم ما قدمته قطر في معرض الخرطوم الدولي للكتاب من خلال جناحها المنوع الذي أقامته وزارة الثقافة والرياضة. ولدينا فقرة نستضيف من خلالها إعلامية قطرية تميزت من خلال عملها الإعلامي وتقدم الآن خبراتها للأجيال الجديدة من خلال فعالية إعلام المستقبل. أيضا نايف في حلقتنا لليوم اليوم راح يكون لنا حديث عن أهم النتائج اللي وصل إليها مؤتمر قطر للطب الباطني، هذه بالنسبة لفقراتنا لليوم. أما الآن نبتدي معكم فقرة الأخبار المهمة مثل ما عودناكم كل يوم. أهم خبر لليوم هو منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري وشاه حمد بن خليفة تقديرا لعطائه ودوره في خدمة البلاد وعلى تمثيله المشرف لدولة قطر في منابر الثقافة الدولية، لا سيما مؤخرا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك خلال استقبال سمو الأمير له في الديوان الأميري صباح اليوم. من جانبه عبر سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري عن فخره بتكريمه بهذا الوشاح، معربا عن شكره وامتنانه لسمو الأمير على دعمه له في مسيرته، معتبرا ذلك حافزا له لمواصلة خدمة الوطن ورد الجميل. وشاح حمد بن خليفة، وانت اول واحد ياخذ هذا الوشاح ويستلم هذا الوشاح. طبعا هذه لجهودك مش فقط في الاخيره في اليونسكو، ولكن في عطائك لخدمه هذا البلد، وهذا اغلى شيء باسمي وباسم هالقطر كلهم. طول عمر انا فخور بهذا الوشاح وبما يحمله من اسم، وفخور بهذا التكريم من هذا الرجل العظيم الشيخ تميم بن حمد بن خليفة دامه الله وحده. بالتأكيد، ونحن أيضا باسمنا وباسم كل أهل قطار نقول لسمو الأمير نفخر بكم ونشكركم لدعم كل من يخدم وطننا الغالي. والآن ننتقل إلى خبر آخر، وينطلق موسم السياحة البحرية 2017-2018 في قطر الأسبوع الجاري، وذلك مع وصول الباخرة السياحية سيبورن أنكر إلى ميناء الدوحة يوم غدا الخميس، وعلى متنها 600 راكب، لتكون بذلك هي الباخرة الأولى من إجمالي 21 سفينة سياحية يتوقع وصولها إلى الدوحة خلال هذا الموسم الذي يستمر حتى نهاية شهر أبريل من العام المقبل. احنا نايف يعني بالتأكيد ننتظر هذه الباخرة السياحية، ولازم إن شاء الله نجربها. يعني انا مجرب من قبل ناوي. انا مجرب من قبل لكن مو في الدوحه، لكن بما انه يعني ان شاء الله تجينا في الدوحه اكيد لنا تجربه فيها وراح نغطيها باذن الله اول ما يتم الاعلان عنها. مشاهدينا الخبر التالي يقول اطلق برنامج ايادي الخير نحو اسيا روتا المرحله الاولى من تحديات روتا الشبابيه، برنامج التدريب على مهارات القياده 2017 بهدف تاهيل الشباب القطري والمقيم اللي تتراوح اعمارهم ما بين 16 الى 26 سنه، وذلك للقيام بدور نشط وفعال في تنميه مجتمعاتهم. تفاصيل اكثر في التقرير التالي. البرنامج هذا يستهدف الشباب من الجنسين ذكور وإناث، إنهم وخاصة اللي حابين إنهم يعملون تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. فإحنا هذا للشباب نأخذ ما يقارب 45 مشارك في هذا البرنامج. المشاركين يتم إدخالهم في دورة تدريبية مكثفة نعطيهم فيها أساسيات إقامة البرامج المجتمعية. بعد ذلك نقسمهم إلى مجموعات، المجموعات هذه تتنافس في عمل مشاريع شبابية للمجتمع.
عاد لكم مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد مثل أعمال روتا مؤتمرات وفعاليات كلها تخدم الشباب في ناحية التمكين وكذلك من القيادة. يعني خصوصا هم عندهم فعالية أو مؤتمر إمباور. بالتأكيد مؤتمر إمباور مشاهدينا يعني هو يصب اهتمامه بالكامل على الشباب وتطوير مهارات الشباب في يعني مواضيع مختلفة. هم كل سنة يكون عندهم موضوع مختلف يطرحونه للشباب. بالتأكيد، وعلى فكرة خريجين المؤتمر أو الفعالية اللي قاعدة تصير اللي هي مهارات القيادة، برنامج التدريب على مهارات القيادة، مخرجات هذا البرنامج راح يكونون إن شاء الله أهم المنظمين واللي راح يديرون مؤتمر إمباور إن شاء الله هذه السنة. وننتقل الآن إلى خبر آخر، حيث نظم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض سوق هالقطر. تفاصيل أكثر نشوفها معكم في هذا التقرير. ما في شك أن الدولة تدعم دعم كبير وتحرص أن يكون للأسر المنتجة مكان بينما تقدمه مثل ما تقدم للقطاع الخاص. الأسر المنتجة هي تنتج منتجات يدوية وتراثية، وهذه مهمة في الاقتصاد، قد تتطور إلى مشاريع كبرى تصب في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا شيء أساسي وهذا يشجع الصناعة، والدولة مهتمة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومما لا شك بأن هذه الأسر المنتجة تجد في المعارض منصة لعرض منتجاتها وتسويق وترويج منتجاتها في هذه المعارض. مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا معاكم أهم الأخبار للفعاليات والأحداث اللي تصير في بلادنا الحبيبة قطر، خلونا نطلع معاكم هذا الفاصل ومستمرين بعد إن شاء الله. سنستضيف بعد قليل الدكتورة شيرين عمر عبد النور سليمان، استشاري طب الباطنة في مؤسسة حمد أطبية. ابقوا معنا. سعياً إلى توفير منبر للأطباء والأكاديميين والباحثين من دولة قطر والعالم لعرض إسهاماتهم الطبية ونتائج أعمالهم البحثية في مجال الطب الباطني وتخصصاته الفرعية ومختلف مجالات الرعاية الصحية الأولية، نظم قسم الطب الباطني بمستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية بالاشتراك مع جمعية الأطباء الأمريكيين مؤتمر قطر الرابع للطب الباطني 2017، وذلك عقب النجاح الذي شهده المؤتمر في الأعوام الماضية. المؤتمر أتاح للمشاركين الاستفادة من خبرات عدد من أبرز خبراء الطب الباطني من مختلف أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك مثل فرصة للمشاركين للالتقاء وتبادل المعلومات والخبرات خلال فعالية المؤتمر المتضمنة محاضرات عامة وندوات مصغرة وجلسات نقاشية مع الخبراء وعدد من ورش العمل في عدة مواضيع مختلفة في مجال الطب الباطني تجسيداً لاهتمام دولة قطر بجديد الأبحاث في عالم الصحة والاستشفاء. عاد لكم مشاهدينا الكرام، ونظم قسم الطب الباطني بمستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية بالاشتراك مع جمعية الأطباء الأمريكيين مؤتمر قطر الرابع للطب الباطني في نسخته الرابعة، وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات العلمية في مجال الطب الباطني. تأكيد نايف، وشارك في المؤتمر عدد كبير من الأخصائيين والعلماء والأطباء من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركة أطباء من الدول العربية. راح نتكلم بالتأكيد أكثر عن النتائج التي خرج بها المؤتمر، ويسعدنا أن نرحب بالدكتورة شيرين عمر عبد النور سليمان، استشاري طب الباطنة في مؤسسة حمد الطبية. يسعدنا تواجدك معنا دكتورة، وبالتأكيد فخر لما نشوف هذه المؤتمرات ومخرجاتها. بالتأكيد السلام عليكم أخي نايف.
دكتورة، يعني بداية نبي نعرف، يعني أنتم ما شاء الله بعد ثلاث نسخ، هاي النسخة الرابعة انتهت الآن، أهمية العقاد هذا المؤتمر وشنو حققتوا منه في النسخة الرابعة؟ طبعا بدأ المؤتمر عام 2013 أول نسخة، سبب نجاح كبير جدا، وهذا اللي شجع اللجنة المنظمة للمؤتمر بأنه تبتدي تعقد الثاني والثالث وهي الرابع. الحضور هاي السنة كان كبير جدا، أكثر من 1200 مشارك من الدوحة، داخل الدوحة أو ومن الدول العربية، من الدول الأوروبية بعد، ومن الولايات المتحدة الأمريكية. المميز المؤتمر هاي المرة أنه كان بمشاركة جمعية الأطباء الأمريكيين، فكان على مستوى نقدر نقول عالمي، لأنه كان أضاف كتير نكهة للمؤتمر هاي السنة. كان في نجاح هائل، زي ما ذكرت 1200 مشارك، حضور من كل تقريبا من كل العالم، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن داخل الدوحة ومن الإقليم. دكتورة، شنو هي أهم الأهداف اللي أنتوا تحبون توصلون لها؟ هل هي أهداف أساسية بالنسبة للمؤتمر، أم كل نسخة عندكم رسالة وهدف تحبون تحققونه؟ طبعا بتحرص مؤسسة حمد الطبية على مواكبة التطورات الطبية في العالم، عشان توفر الرعاية الجيدة للمرضى داخل الدوحة. فبالتالي طبعا مجال الطب واسع وكبير جدا، ومواكبة مع هذا دائما بنعقد المؤتمرات بحيث انه يكون في تبادل للخبرات، للبحوث، للمستجدات على المستوى العالمي. طبعا بالإضافة لانه الأمراض الجديدة اللي بتظهر في العالم او في أو الوطن العربي، هاي الأمراض والأنواع الأدوية الجديدة، كل هذه بتناقش، بالإضافة طبعا للاجتماعيات اللي بتصير، وإنعقاد حتى إنعقاد بحوث على مستوى بين الدوحة وبين الخارج. يعني من المواضيع اللي ناقشتوها كانت الأدوية المختصة في يعني مثلا الطب الباطني، أيضا ناقشتوا، يعني أنا هاللي خدت الحين من كلامك، ناقشت أيضا البحوث الجديدة، أيوة البحوث الجديدة، أيضا الأمراض اللي تنتشر في الوطن العربي. هل في مواضيع أخرى ناقشتوها في المؤتمر؟ طبعا دائما لما نتكلم عن الباطنة طبعا بيشمل كل الأمراض اللي غير جراحية، الصدر، أمراض الصدر، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الأعصاب، القلب والشرايين، فهو بيشمل كل الأمراض. فكان طبعا السكري طبعا يجي في المقدمة لأنه داء العصر، والسمنة، فكانت في أكثر من محاضرة عن العلاجات المتوفرة، التوعية الصحية للسمنة والسكري، طبعا أمراض الكبد بعد، وكان في تركيز كتير على أمراض الكبد الوبائية، الفيروسات الوبائية اللي هي بي و سي، وكان الأنواع الجديدة من الأدوية اللي هي بتقضي على هاي الفيروسات. بعدها كان في التجلطات في الدم والأدوية الجديدة بعد طلعت للعلاج. طيب دكتور، يعني خلينا مثلا ناخذ السكري على سبيل المثال، هل تم طرح أفكار جديدة، مواضيع جديدة تخص السكري تساعد على يعني علاج هذا، احنا نسميه المرض يعني، ومتفشي بشكل كبير في الوطن العربي؟ أكيد. طبعا غير المحاضرات اللي كانت بتتكلم عن زي ما حكيت الأدوية الجديدة الطالعة، أنواع الإنسولين، كيف المرضى داخل المستشفى العلاج يتم، فحص السكر يكون كيف، في كانت بعض كمان بحوث من ناحية الأطباء في قطر ومن أطباء من برا، حتى كان في بحوث جديدة كانت بتعرض عن مرض السكر يعني بشكل عام. يعني والله مش مجاملة، لكن يعني حتى مرات أتصفح في السوشيال ميديا شفت أحد الحسابات يحط أجهزة جديدة تستخدم في الطب، فلقيت أن أحد الردود من قطر يقول أن ترى احنا من فترة طويلة عندنا هذا الجهاز وحنا نستخدمه وموفرين لنا بشكل مجاني.
أنا لاحظت أن في أكثر من شراكة، منها بالتأكيد جمعية الأطباء الأمريكيين في المؤتمر. نعم. فشني أهمية مشاركة الجمعية معكم؟ طبعا الجمعية الأمريكية، الجمعية الطبية الأمريكية هي جمعية عريقة، زي ما حكيت أضافت إجوا يعني جاء الرئيس الجمعية وجو 6 من الجمعية نفسهم حضروا المؤتمر، ألقوا عدة محاضرات وشاركوا حتى في ورش عمل. ورش عمل كانت للأطباء وللكوادر الطبية الأخرى، يعني الصيادلة، الإخوة من التمريض. أضافوا نكهة جميلة جدا، كان في نظام شيء فقرة كانت مريحة جدا، اللي هي مسابقة بين الأطباء المقيمين. استضافت اللجنة المنظمة للمؤتمر، استضافت 6 طبيبات من سلطنة عمان ما شاء الله، وهم طبيبات مقيمات، وفي منافسة علمية مع أطباء مقيمين من مستشفى حمد من قسم الباطنية. فهذا كان من الأشياء الإضافات اللي أضافوها الجمعية. تحدثوا بعد عن كيف التعليم، عن الأبحاث الجديدة عن التعليم الطبي، وكيف أنه إحنا طبعاً قسم الباطنية فيه أكبر قسم تعليم أطباء مقيمين، فيه 150 طبيب مقيم في الدوحة. فبعض المحاضرات من الجمعية كانت بتتحدث عن كيف أنه إحنا ننتج برامج تعليم رائعة، بحيث أنه ننتج أطباء للمستقبل بجودة عالية. طيب دكتورة، يعني إحنا الحين نتكلم عن النسخة الرابعة، أنتم انتهيتوا منها، هل يعني تم الاستفادة من مواضيع تم طرحها في الثلاث نسخ الأولى؟ هل كملتوا عليها؟ تم نعم. تعديل بعض البيانات عليها مثلا كبحوث؟ خلينا نتكلم. كل مؤتمر كان أي بحوث جديدة بتعرض، البحوث من داخل قطر وبحوث من الخارج. هذا بشجع إنه كل ما يكون في مؤتمر بشجع الكوادر الطبية، مش الأطباء فقط، كلهم الكوادر الصحية، أنهم يعملوا بحوث ويشاركوا بها في المؤتمر. يعني موضوع البحث ما يموت مثلا مع انتهاء المؤتمر، يتم العمل نعم. عليه بشكل مستمر وعرضها أيضا في المؤتمر اللي بعده. نعم، في طبعا في نهاية حتى المؤتمر كان في جوائز، وهي كانت مشجعة للناس، بحيث أنه كل مرة الناس تبتدي تنتج بحوث أخرى وتواصل في، زي ما حكيت، تواصل في البحوث. وكان طبعا البحوث أكثر من 100 بحث قبل هالسنة، والبحوث كانت شفهية، كان في أداء شفهي، وكان في أداء طبعا في نظام البوسترات أو الورقي، كانت معلقة في مدخل المؤتمر. والبحوثات اللي قبلت بعد كانت من قطر ومن الدول العربية ومن الخارج. هل المشاركة في هذا المؤتمر كانت محصورة بالنسبة للأطباء والجهات المعنية اللي ذكرناها، أم مثلا أطباء أجداد أو طلاب لحد الآن في كلية الطب تواجدوا معكم؟ تواجدوا نعم، كان في غير الأطباء، كان في الأطباء المقيمين اللي هم تحت التدريب، وكانوا حتى نخبة كبيرة جدا منهم كانوا من المنظمين للورش. ورش العمل كانت رائعة، في كانت ورشتين، وهم من الأشياء اللي كانت أقول من الأشياء الناجحة في هذا المؤتمر. التلفزيون طبعا، في الحين في تلفزيون سريري احنا نسميه فحص الموجات الصوتية على سرير المريض، بحيث ان المريض ما يروح قسم الأشعة، فهذا بورتابل، جهاز بورتابل يجي. فكان في تعليم على الأطباء المقيمين إنه يسووه حنصلع يمكن على الساعة 3 الفجر، مريض لو دش ممكن تسوي له هالتلفزيون وهو على السرير. فكان في ورشتين على التلفزيون على الصدر وعلى البطن، شرح كامل أو شرح بنسميه براكتيكال، يعني على مريض أو على شخص، يوروا كيف الأطباء إنه يمارسوا. نعم الدكتورة شيرين
عمر عبد النور سليمان استشاري طب الباطنة في مؤسسة حمد الطبية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أنا فخورة جدا. نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله المؤتمرات الجاية نكون معاكم ونغطيها بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام نروح مع الزميل سعود لمضاحكة اللي يحضر دورة تطوير قيادات المراكز الشبابية في الصحف ووسائل التواصل. سعود نمسي عليك بالخير والكلمة عندك تفضل. أمسي عليكم بالخير زملائي في الاستوديو وأمسي على متابعين تلفزيون قطر. طبعا اليوم متواجد في دورة تطوير القيادات الشبابية المنظمة عن طريق وزارة الثقافة والرياضة. طبعا معنا الدكتور عيسى الحر راح يحدثنا أكثر عن هذه الدورة وأهدافها. مساك الله بالخير، حدثنا عن الدورة وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الدورة عبارة عن الدورة الثالثة من برنامج تطوير قيادات المؤسسات الشبابية اللي تقيمها وزارة الثقافة والرياضة، والهدف منها نتعرف على الشباب ان شلون يتعاملون مع المراهقين، شلون يحتوون المراهقين، خاصة ان معظم ان لم يكن كل رواد المراكز الشبابية عبارة عن مراهقين في هذه المرحلة، وبالتالي التعامل معهم وفن احتوائهم من اهم المهارات الأساسية لازم يتعود عليها كل انسان يتعامل مع هذه الفئة. واهم هذه الناس او القيادات اللي لازم تعرف هي قيادات المراكز الشبابيه. الدوره هذه تقام بين يعني كل سنه سنويه او هو البرنامج يتكون من 5 دورات تقام تقريبا بمعدل شهري الى شهر وشوي مع مراعاه الاجازات والتعاون مع المناسبات اللي داخل الدوله نفسها. هاي تعتبر الدوره الثالثه. اخذوا مثلا فنون وضع البرامج والانشطه ووضع الامور الماليه للمؤسسه، قياده المؤسسه باركانها من موظفين من منتسبين من متعاونين، واليوم عباره عن مثل ما قلنا فن التعامل مع المراهقين اللي هم الكاستمر او المشتركين الحقيقيين لهذه المراكز. شلون الاقبال على هذه الدوره والتفاعل من قبل الشباب يعني والمراكز؟ والله ما شاء الله بروحك تشوف العدد، يعني ما شاء الله المدير المركز والنائب المدير المركز والنائب المالي للمركز كلهم متواجدين، مو عن حاجه عمليه ان اجبار لهم بالحضور او ضروره، لكن هم يلتمسون ان كل اللي يتعاملون معهم في هذا السن في هذه المرحله، فمن الجميل انه يعرف شلون يتعامل معاه بطرق حديثه بطرق جديده بافكار ببرامج بتنوع. يمكن ما اشوف الحياه يعني هنا كنا شباب وكنا قاعد نتعود على بعض. يعطيك العافيه دكتور، الصراحه اهنيكم على هذه الدوره الصراحه، وانا يعني ما شاء الله شفت تفاعل الشباب ونشاطهم يعني في الدوره، ما شاء الله الكل يعني شغال وبرامجكم ما شاء الله مستمره ان شاء الله وكل التوفيق. إذا هذا ما لدينا ونرجع لزملائي في الاستديو. سعود قواك الله وشكرا لك ولضيفك الكريم. ومشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم لكن بعد قليل. سنستضيف بعد قليل السيد جمال فايز كاتب قصة وروائي، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد. شاركت دولة قطر في معرض الخرطوم الدولي للكتاب في نسخته 13 والذي نظم تحت شعار الكتاب جسر للمعرفة، وذلك من خلال وفد من وزارة الثقافة والرياضة في إطار تعزيز التواجد الثقافي القطري في المحافل العربية والدولية، حيث شارك في المعرض 14 دولة وأكثر من 300 دور نشر محلية وأجنبية. بالتأكيد راح نتكلم أكثر عن المشاركة القطرية في المعرض، ويسعدنا استضافة السيد جمال فايز كاتب قصة وروائي. سعد الله مساك ونتشرف بتواجدك. وسعد الله مساكم وشكرا على هالدعوة الكريمة، وبالفعل كانت مشاركتنا لله الحمد مشاركة متميزة بتعدد أوجه المشاركة فيها، تمثلت بجناح دولة قطر من خلال وزارة الثقافة والرياضة. تم عرض مجموعة كبيرة جدا من الكتب حديثة الإصدار في كل مناهل المعرفة الإنسانية الثقافية والفنية والتراث والآداب،
بالإضافة إلى أعداد من مجلة الدوحة الثقافية وهي لها مكانة خاصة لدى قلوب السودانيين، وكذلك أعداد من مجلة المأثورات الشعبية. إلى جانب ذلك احنا حرصنا أن يكون لنا حضور في الأنشطة المصاحبة للمعرض من خلال إقامة محاضرتين. المحاضرة الأولى كانت بعنوان التاريخ الشمسي للأبراج الشمسية في قطر، وقدمها الزميل الأستاذ عيسى الكواري، والمحاضرة الثانية قدمتها بعنوان الحركة الأدبية في قطر، النشأة والتطور. وأيضا كان لنا حضور وتواجد من خلال حفلات التوقيع على المؤلفات، قمت بالتوقيع على المجموعة القصصية عناقيد البشر. الشيء اللي أبي أكد عليه هنا الحقيقة هو التعاون اللي وجدناه والإقبال الكبير جدا من الجمهور السوداني. الجمهور السوداني شعب محب للقراءة بشكل غير طبيعي، يعني قلما تجد ذلك. ويمكن من الأهمية أيضا الإشارة الحقيقة لكل الدعم اللي حصلنا عليه، بداية من سفارة جمهورية السودان في قطر، وتموا معنا يوميا من خلال الاتصالات والسؤال على الأحوال وإحنا في السودان. وطبعا مرورا بالجهود الكبيرة من قبل سفارتنا في السودان، سعادة السفير القنصل أحمد العبيدلي، قام بالأعمال رومي النعيمي، يعني حقيقة كانوا معانا وكانوا شركاء، كلهم مشكورين بالتأكيد على بالتأكيد. على هذا الشيء، وليس بغريب يعني على الشعب السوداني لما نذكر لهم الشكر هذا. في المعرض نفسه كان لنا جناح كدولة قطر، شنو أهم الأشياء اللي كانت موجودة في هذا الجناح؟ احنا والله حرصنا على ان نضع كل المؤلفات حديثة الإصدار في مجالات الفكر والمعرفة والثقافة والتراث والمأثورات والمجالات الأدبية من قصة ورواية ودراسات نقدية. ايضا وضعنا بعض المؤلفات اللي تم طباعتها في مناسبات سابقة لأدباء السودان، مثل الرواية أمير تاج السر، مثل الراحل الأديب العالمي السوداني الطيب صالح وغيرهم من أدباء السودان. أيضا كان هناك في مجموعة من الكتب تم اختيار 14 شاعر سوداني، هذا كثير قربنا من الأخوة السودانيين، وكانت أسئلتهم كثيرة، كان عندهم شغف حقيقي في معرفة المشهد الثقافي في قطر، كان عندهم أسئلة كثيرة عن الجائزة العربية للرواية كتارة، كان عندهم شغف كبير عن مجلة الدوحة، لأن هي في يوم من الأيام كانت هي المنارة الثقافية الحقيقية في السودان، كان ينتظرونها بلهفة وشوق، وكانت يعني حتى تتناقل الأعداد من يد إلى يد. الحمد لله يعني كان حضورنا حقيقة حضور رائع وجميل، وحظينا باهتمام سواء من قبل المسؤولين أو الإعلام السوداني. طيب سيد جمال، يعني بداية نبي نعرف الفعاليات والمحاضرات اللي قمتم فيها كوفد دولة قطر هناك في المعرض. هو طبعا بداية المعرض للآن مستمر، يعني إلى الآن مستمر. أي نعم، أنا يعني هو حيستمر لغاية 29 من الشهر الجاري. وأبي أضيف أيضا نقطة مهمة، أن جميع الكتب المعروضة في جناح دولة قطر راح توزع في آخر 3 أيام مجانا، وهذه يعني هدية متواضعة من قبل جناح دولة قطر الممثلة من خلال وزارة الثقافة والرياضة للجمهور السوداني. طبعا احنا بعض الأعداد بدينا في توزيعها للمتخصصين من الأساتذة الجامعيين، من الأدباء، من الكتاب، لكن بالتوجيهات اللي وجهت لنا أن نقدم هذه الهدية المتواضعة أيضا لجمهور السودان دون مقابل. يعني أستاذ جمال مشاركتكم ما شاء الله، أنت ابتسامتك شكلك زعلان رجعت بتقعد تكمل. لا والله أنا حزين أني رجعت، لأن أنت لو تلاحظ الجمهور، أنا حضرت طبعا عدد من معارض الكتب سواء دعوات خاصة، يعني العام الماضي كنت في كذا دولة أو بشكل رسمي، لكن حقيقة معرض السودان أجمل ما فيه الحضور غير طبيعي، يعني إذا قلت لك العدد يمكن يفوق 8,000-10,000 في اليوم، قد يعني ما أكون مبالغ، يمكن إذا ما كان أكثر. والأخوة في السودان عاملين شغلة رائعة، هم عاملين مجموعة من الأنشطة المصاحبة للمعرض، يعني يمكن ما تكون لها علاقة بالمعرض. مثال على ذلك كان هناك في حفل غنائي للأطفال
صغار السن، طبعا كل طفل بيجي بيجيب معه اسرته. كان هناك في حفل اخر لذوي الاحتياجات الخاصه، وكان ايضا في حفلات غنائيه. غير هذا كان في ايضا بعض المحاضرات المصاحبه خارج ارض المعرض في كذا منطقه، ففي نوع من الالفه. فالانسان اللي بيروح المعرض مو رايح فقط انه يتصفح كتاب او يقتني كتاب، لا، هو رايح في مكان في احتفاليه منوعه، وان كان يعني سنام هذه الاحتفاليه هو الكتاب. شنو يمثل يعني او شنو اهميه مشاركه وفود خاصه يعني بالنسبه لنا من دوله قطر لما نروح نشارك في المعارض الخارجيه؟ هل في استفاده كبرى من التنوع الثقافي اللي نشوفه؟ بالتاكيد، انت اولا تطلع على ما لدى الاخر، لا سيما ان هناك اكثر من 14 دوله مشاركه، هناك اكثر من 300 دار نشر. تستفيد ثانيا ان الآخر يعرف ماذا يدور عندك، ماذا لديك، ما الجديد الذي لديك. صحيح أن القنوات اليوم الفضائية لعبت دور كبير في التواصل مع الآخر، يمكن هاي ما كان محقق في الإعلام التقليدي، لكن تبقى التفاصيل والرغبة في معرفة التفاصيل. لذلك احنا ودينا معنا كتابين أنا أعتقد من الأهمية. الكتاب الأول عن أبرز الجوائز التي تقام في دولة قطر، الكتاب الثاني دليل المؤلفين، وهذه طبعا من إصدارات الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة. هذه التقارب والاقتراب من الآخر احنا بحاجة له. احنا بحاجة على المستوى الشعبي أن يقترب المشرق العربي من المغرب العربي. يعني أنا أعتقد يمكن أنا أحيانا تكون معلوماتي عن ما يحصل في أوروبا يمكن أكثر من ما يحصل في الدول العربية في الجانب الآخر الأفريقية بين قوسين. طيب شو السبب أستاذ؟ يعني احنا يمكن اسباب كثيره، يمكن يعني في الفترات السابقه ما كان في البرامج والانشطه الكثيره اللي تقام بين الطرفين. معرض الكتاب يكسر هذا الحاجز ويقرب بين يعني الجهتين اللي هو الدول العربيه سواء كانت في المشرق او الدول العربيه اللي سواء كانت في المغرب. لذلك تكمن اهميه معرض الكتب ليس في الكتاب فقط، انما في اقترابك من الاخر وفي معرفه ما يدور لدى الاخر من برامج وأنشطة. ورائع جميل أنك تكون لك بطاقة تقدمها للآخر بكل حب وتقدير. طيب يعني أستاذ جمال، إحنا قبل فترة كانت جائزة الرواية العربية في كتارة وإحنا غطيناها في البرنامج، نبي نعرف أهمية هذه المبادرات في يعني خلينا نقول فتح مجال أو مجالات جديدة للشباب في يعني الروايات والكتابة وأيضا القصص، من وجهة نظرك؟ هو بداية طبعا ما كنت في الدوحة، لكن العام الماضي كنت مشارك من خلال إدارة محاضرات. أيضا كان هناك في الرواق للأقلام كان تم اختياري بجانب الدكتور مرزوق بشير، واللي قبلها أيضا كانت لنا مشاركات من خلال المؤلفات. هذه السنة للأسف الشديد ما كنت مشارك لأني كنت في خدمة بلادي في عمل آخر. بس أهمية الجائزة العربية للرواية كتارة أنها عملت نقلة نوعية لأدب الرواية على المستوى ليس فقط في قطر ولما حتى على المستوى العربي. أنت تعرف أن جائزة كتارة هي الأعلى قيمة بين بقية الجوائز الروايات، وهناك ترصد جائزة مالية للأعمال الفائزة، وفي المقابل 300,000 دولار، وفي المقابل كل جائزة طبعا 60,000 دولار، والأعمال غير المنشورة 30,000 دولار، إضافة الترجمة إلى أكثر من لغة بجانب العربية الإنجليزية والفرنسية، بجانب أنها أيضا العمل اللي محقق فيه العنصر الدراما يترجم لعمل. وأعتقد حسب ما قرأت في الصحف أن السنة هذه قدموا عمل للروائي العربي الكبير الجزائري واسين الأعرج. على المستوى المحلي تسألني، هي الحقيقة تعتبر محفز للناشئة في أن تحاول تقترب من هذا الفن، وإحنا بحاجة في قطر أن يكون عندنا أصوات. لله الحمد إحنا بعد إصدار أول رواية في قطر لشعاع خليفة ومن بعد أختها دلال خليفة، لكن قدرنا اليوم يكون لنا حضور على الخارطة. بس هذه الجوائز وأيضا ما يصاحبها من برامج أنشطة مصاحبة الحقيقة هي تعطي محفز للناشئة في محاولة التدرب على هذا الفن، وهذه الجائزة أيضا فرصة ثمينة للناشئة في أن تلتقي مع
القمم العربية في فن كانوا يسألون عنها وايد هنا، لذلك كانت الأسئلة كثيرة، ولذلك أنا أعتقد في السنوات القليلة القادمة ستجد كثير من الأسماء الصاعدة في مجال فن الرواية. طيب أستاذ جمال، أنا عندي سؤال يعني من بداية اللقاء، هل إحنا الحين نعاني من شح في كتاب القصص، كتاب الروايات، كتاب المسلسلات خلنا نقول في الدوحة؟ لا، هي أنا أعتقد من وجهة نظري كنسبة وتناسب بالنسبة لعدد السكان ما في شح، لكن إحنا بحاجة ماسة لوجود مؤسسة تعنى بهذا الفن. يعني اليوم هي مسألة أقرب إلى الاجتهاد الشخصي، الشخص يجتهد يقرأ يجتهد في الطباعة، فهو يعني العملية هي عملية اجتهاد شخصي. وجود مؤسسة راح تعمل نقلة نوعية، والدليل على ذلك على سبيل المثال للحصر، خذ الرياضة، شوف احنا وين كنا مثلا، خلنا ناخذ كرة القدم الأكثر شعبية في المستوى العالمي، شوف احنا وين كنا مثلا في الخمسينات والستينيات، وبعد لما تم إشهار الأندية الرياضية وبعد ما تم إشهار الاتحاد القطري، وبعد شوف أنت اليوم وين وصلت. نفس الشيء قيس هذا على مستوى الألعاب، ألعاب القوى، ما قبل الاتحاد القطري لألعاب القوى وما بعد. هي العملية راح تكون بوجود إشهار مؤسسة راح يكون فيها نوع من التنظيم، لأن الشباب بالفعل لديه رغبة، وشبابنا فيهم الخير والبركة، أنا أجزم على ذلك. لكن وجود المؤسسة هي الحقيقة ترشدك للطريق، بدل ما أنت يعني تجتهد في الوصول إلى مراحل متقدمة، وجود مؤسسة، وجود متخصصين، وجود مرشدين، هذه تعتبر مثل المصابيح للطريق. أنتوا أصحاب الخبرة يعني. والله إحنا ما نقصر، لكن أنا أرد وأكد على مسألة المؤسسة، لأنها تأخذ يعني تأخذ المسألة فيها نوع من الجدية. صحيح. اليوم أنت أتي لي أنا ممكن أعترض، آسف يعني أعتذر، لأن مسألة شخصية. يمكن ما عندي الوقت، لكن المؤسسة، وجود مدربين، مثل أي مؤسسة رياضية، مثل أي صدقني راح يصير نقلة، خاصة أن إحنا البذور النواة في قطر موجودين وحاضرين، والدليل على ذلك أنه دائما اليوم إن شاء الله يعني قريب، بعد فترة قريبة أقل من شهر، أمامنا حدث ثقافي نوعي في قطر، وأعني بذلك معرض الدوحة الدولي 28 للكتاب، ستجد الأعداد من الإصدارات الأدبية سواء قصة رواية، وعلى مستوى الكبار على مستوى الصغار، مو هذا وبس، حتى على عدد الأسماء. يعني احنا العام الماضي يمكن اكثر من 180 اذا ما خلتني الذاكره مؤلف جديد. اذا انت عندك القاعده، بس بحاجه انك تاخذ بيدهم، وهذا يختصر الطريق، وهذا يخليهم يعني اكثر وعيا وفهما لفن هذه الجنس الادبي، سواء كانت روايه او قصه او اي مجال من المجالات الادبيه او الفنيه او الرياضيه او غير ذلك. بالتأكيد سيد جمال فايز كاتب قصة وروائي، شاكرين لك وشاكرين جهودكم وحضوركم وتمثيل دولة قطر في معرض الخطوم الدولي للكتاب، الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم، وأنا شاكر لكم كل الجهد الجميل اللي تقدمونه، ومرة أخرى أنا أشكر كل من وقف معنا، سواء سفارة قطر في السودان أو الأخوة سفارة السودان في الدوحة، حتى بالفعل إحنا كان حضورنا حضور نوعي، حضور متميز. يمكن أنا يعني لو قلت يعني تقولون يمكن يبالغ، لكن بالفعل يعني هذه المشاركة وتعدد أوجه المشاركة أنا أعتقد أنها أعطت إضافة جديدة لمسار الحركة الأدبية في قطر. الله يقويكم إن شاء الله. بالتأكيد مشاهدين الكرام مستمرين معاكم، ولكن بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد، واللي حاب يعرف عن فعالية إعلامي المستقبل خلكم معنا في الفقرة الجاية. سنستضيف بعد قليل السيدة إيمان الكعبي، رئيسة تحرير الأخبار في إذاعة قطر ومدربة الطالبات في فعالية إعلام المستقبل، ابقوا معنا.
بالشراكة بين اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والمؤسسة القطرية للإعلام تتواصل فعالية إعلام المستقبل، وذلك بهدف دعم الإنتاج الإعلامي المتعلق بالطفل والمسهم في اكتشاف ورعاية مواهب الأطفال وتطوير ملكاتهم وقدراتهم في الجوانب الإعلامية. فعالية إعلام المستقبل جاءت للمساهمة في إعداد جيل من الأطفال الموهوبين من كلا الجنسين عبر صقل مهاراتهم واستثمار مواهبهم في مجالات الإعلام المختلفة، وتطلعاً لإنتاج إعلامي يتناسب وقدراتهم ويحقق أكبر فائدة مرجوة من مشاركتهم في المشاريع والأنشطة الإعلامية المختلفة. ونظراً لحيوية الإعلام ودوره في التنمية إضافة إلى قوة تأثيره وإسهاماً في الارتقاء بمستوى الثقافة لدى الأطفال في دولة قطر، تتواصل فعالية إعلام المستقبل لتعريف أجيال المستقبل بعبق أصالة مؤسساته الإعلامية وتشجيعهم على تحمل رسالة الإعلام الشريفة ودورها النبيل. مشاهدينا الكرام، ضيفتنا في هذه الفقرة إعلامية وصلت لمكانة مميزة بفضل الاجتهاد والمثابرة، حققت العديد من أهدافها، بدأت في نقل خبراتها في هذا المجال للأجيال الجديدة من خلال فعالية إعلامي المستقبل والتي تعتبر الداعم الأهم للموهوبين الصغار في المجال الإعلامي، والتي تنظم بالشراكة بين اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والمؤسسة القطرية للإعلام. سيدة إيمان الكعبي، رئيس تحرير الأخبار في إذاعة قطر ومدربة الطالبات في فعالية إعلامي المستقبل، حياك الله معنا أستاذة إيمان وشكرين للتواجد اليوم. حياكم الله محمد ونايف، وسعيدة بتواجدي اليوم معكم في تلفزيون قطر، وأشكر لكم هذه الاستضافة. شكر لك على تواجدك، يعني خير مثال بصراحة، بالتأكيد نحتاج أن نعرف شلون وصلت لهذه المكانة، ويعني مذيعة في إذاعة قطر ورئيسة تحرير الأخبار. يمكن المجال الإعلامي كان شغف بالنسبة لي، والحمد لله يعني أي حبطات تواجهني ما كنت أوقف عندها، كنت بالعكس أكسرها وتحداها عشان أوصل للمكان اللي أنا رسمته لي. تدرجت في قسم الأخبار من محررة إلى مشرف أخبار، وحاليا رئيس قسم الأخبار في إذاعة قطر. أيضا بالإضافة إلى ذلك كان شغفي أو الولع زايد بالمايك والتقديم الإذاعي، أيضا مقدمة برامج في إذاعة قطر، بالإضافة إلى بعض التغطيات للمؤتمرات الخارجية المحلية في الدولة. والآن يعني كان شرف كبير أن يتم اختياري لتدريب الطالبات المشاركات في فعالية إعلام المستقبل بالتعاون مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والمؤسسة القطرية للإعلام. طماعين، ما نبيك أنت بس، نبي أجيال بعد نفسك. إن شاء الله. اختبار يعني دائما الإعلامي أو يمكن 80% منهم يكون عنده قصة هي اللي وصلته في البداية أنه يصير مذيع ويصير إعلامي. شلون بدأت إيمان الكعبي في مجال الإعلام؟ أنا بديت نفس أي فتاة قطرية، يمكن كان عندي حلم، لكن للأسف مع العادات والتقاليد هالحلم ما تحقق في البداية، لكن دائما كان الحلم معي يراودني إلا أوصل للي أنا أبيه. وفعلا يمكن قدمت في إذاعة قطر والحمد لله تم تعييني في الأخبار، بس بعد الحلم ما توقف، لأن نفس ما قلت لكم شغفي وتولعي الزايد بالمايك هو اللي خلاني أقدم على خطوة أني أنا أكون مقدمة برامج، والحمد لله رب العالمين. بديت مع مؤسسة قطر فونديشن إذاعة كيو إف راديو، كنت متعاونة معهم لمدة سنتين، والآن مقدمة برامج في إذاعة قطر بالإضافة إلى مهنتي في مجال الأخبار. يعني إحنا نتحدث عن أن تجربتك قامت توصل لأطفالنا وفي مشاركة للأجيال، يعني نتكلم عن إعلام المستقبل وهي شراكة بين اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والمؤسسة القطرية للإعلام، شو اللي دخلهم فيها بالضبط؟ طبعا هذه السنة الثانية لفعالية إعلام المستقبل، كانت السنة الأولى العامة أو النسخة الأولى للفعالية العام، والسنة الثانية تشرفت أني أنضم لهم في تدريب الطالبات في إعلام المستقبل. إحنا الشق الطلاب أو الجانب الطلاب يدربهم زميلي علي المسلماني، وأنا مستلمة الطالبات، بس في تعاون وفي
مواصلة بيني وبين علي المسلماني بخصوص الطلاب والطالبات، يعني دائما نتفق على بعض النقاط، على بعض الأمور اللي راح نشرحها ونقدمها للطلاب، تكون الأفكار واحدة يعني. تكون الأفكار واحدة، حتى مثلا إذا هو عنده ورشة أنا أحرص أن أنا أحضرها، قاعدين نشوف أحرص أن أنا أحضرها، وعلي نفس الشيء، على أساس أنه حتى في اختيار عقب الطلاب يكون في توافق في الرأي بيني وبين علي. إحنا بدينا تقريبا من 3 أسابيع بمجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات، أنا عن نفسي كان عندي 45 طالبة أدربهم، الحين تم اختيار 15 طالبة اللي انتقلوا معنا للمرحلة الثانية اللي تبتدي إن شاء الله يوم الأحد بورش أكثر أو مكثفة أكثر لزرع حب الإعلام فيهم، يعني شغف الإعلام لاحظناه في الطلاب والطالبات، لكن الآن إحنا نبي إن إحنا نأهلهم للخروج في الساحة الإعلامية، لأن قطر فعلاً بحاجة لهذه المواهب. يعني سيدة إيمان، إحنا يمكن نتذكر قبل 10 سنين أو 15 سنة كان في شح في يعني التواجد القطري في الإعلام، يعني إحنا أكيد نوجه لهم تحية الأساتذة الكبار، لكن كان الدخول في هذا المجال ايضا يعتبر صعب، يعني حتى يعني مو بس من قبل البنات، حتى الشباب كانوا يبعدون عن هذا المجال. الان في خلال هذه 5 سنوات شفنا طفره كبيره صحيح. في التواجد القطري في الاعلام، اكيد الفترات الجايه راح نشوف ايضا تواجد اكبر. شلون تشوفين اقبال الفتيات، خصوصا الفتيات في إعلام المستقبل على هذا المجال؟ طبعا محمد ولهنت نايف، الفضل في الأول والأخير رب العالمين، وأيضا لقيادتنا الرشيدة أن هي فتحت المجال لخوض أي مهنة أو أي هواية أنت تحسها في نفسك. يعني الدولة ساعدت وقدمت جميع الإمكانيات لأي شاب أو شابة قطرية. الآن الفتاة القطرية تبوأت جميع المناصب، ويمكن نشوف في الإعلام نفس ما قلت طلعوا عندنا البنات القطريات، وهذا اللي احنا في حاجة له فعلا، حاجة ان احنا نسمع الصوت القطري، البنت القطرية المحافظة على عاداتها وتقاليدها، اللي تنقل رسالة المجتمع القطري بصورة يعني نفس ما هي عايشتها. يعني انتم تتعاملون مع اعمار يعني يمكن الواحد في حياته اليومية يبتعد شوي، فانتم كيف التجربة هذه بالنسبة لك انت بشكل شخصي؟ هل واجهتي مصاعب في التعامل؟ يمكن واحد منهم ها شوي مشاغب، واحد هادي بزيادة، أنت تختارين الشخصية حتى اللي بيتقمصها الشخص لما يكون هذا مذيع ولا مذيعة؟ الجيل اللي احنا قاعدين ندربه يعني جيل يخوف، جيل واعي مثقف، بس محتاج ان احنا نوجهه وين ان انت لازم تكون وليش لازم تسوي. لكن ما شاء الله عليهم، انا بالنسبة لي للطالبات ما واجهت اي صعوبة. اللي يمكن الصعوبة الوحيدة اللي واجهتها واللي عورني قلبي فيها ان انا يوم قمت اختار حق المرحلة الثانية من بيتأهل معي، لانه ما شاء الله كلهم مميزات مبدعات، كلهم فيهم الحس الاعلامي من الصغر، مطلعات، عارفين شو الاحداث، شو اللي قاعد يصير، فما شاء الله يعني فعلا بحاجة ان احنا نقدم لهم الدعم منه. وانا يعني قلت لهم اذا انتم ما ربحتوا معي، بس انتم يعني كسبتوا ان انتم تعرفتوا اساسيات الاعلام، من هو الاعلامي، شلون لازم يكون الاعلامي، شو الصفات اللي لازم يتميز فيها الاعلامي، فالحمد لله رب العالمين. وانا يعني ان شاء الله راح اكمل معاهم بعد الفعاليه على اساس اني خلاص نبتدي نحن فعلا ناسس هذا الجيل. يعني مثل ما ذكرتي اختي إيمان، يمكن الناس او اغلب المشاهدين يظن ان الاعلامي هو بس اللي يطلع على التلفزيون او على الاذاعه هو المذيع نفسه، لكن الاعلامي الصح هو اللي يعرف كيف انه يحرر الاخبار، كيف انه يصيغ الاخبار، كيف يكون الصحفي والمذيع والمراسل في نفس الوقت. هل انتم تركزون مثلا في هذه الدورات على شيء معين، مجال معين من الاعلام، ولا يعني الأطفال يجربون كل المجالات فيها؟ بدينا بشكل عام، يعني الإعلامي من A to Z، يعني شلون يكون لازم الإعلامي، شو الصفات اللي لازم يتميز فيها الإعلامي، كيفية تحرير الخبر، أعطيناهم القواعد الأساسية في تحرير الأخبار، خليناهم يخوضون تجربة الأخبار، وديناهم زيارة وكالة الأنباء القطرية مع محررين في وكالة الأنباء، من وين مصدر الخبر، كيفية المصداقية أو التعامل
التعرف على الخبر الصحيح من الخبر الغير صحيح، يعني نستقي الأخبار من مصدرها الصحيح. أيضا علمناهم على المذيع، الفرق بين مذيع التلفزيون ومذيع الإذاعة، مذيع الأخبار ومقدم البرامج، أيضا المراسل. يعني خليناهم يخوضون جميع التجارب في مهنة الإعلام، لأن الإعلام مش فقط مقدم برامج نفس ما قلت، هو يكون شامل يتصف بصفات عدة تندرج تحت مسمى الإعلامي. يعني نتكلم عن فتيان وفتيات، ونوجه تحية لعلي المسلماني مذيع قناة الجزيرة. كونكم أن أنتم تتعاملون مع هذه الأعمار ودائماً، يعني سواء كان في الإعلام أو حتى في الرياضة أو أي في أماكن ثانية، يقولش لين عمر معين ويمكن يغير توجهها، فكيف تشوفين أهمية دعم الأهالي لأن خلاص لما الشخص في هذا العمر قرر أن يدخل الإعلام أن يكون في دعم متواصل عشان يستمرون في هذه المهنة؟ يا الأهالي يمكن يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في دعم هذه المواهب، لأن اللي شفناه فعلا نفس ما قلت لك جيل واعي مثقف، اللهم بس يبي له وين يكون مكانه الصحيح. فالأهالي مفروض هم يدعمون عيالهم أكثر، يدخلونهم ورش زيادة على أساس أنهم يكتسبون الصفات الإعلامية، لأن ما شاء الله يعني إذا تكلمنا على الجرأة فيهم جرأة، الوقوف قدام الكاميرا كانوا يوقفون قدام الكاميرا وما عندهم أي مشكلة. اللهم أنهم يمارسون هذه المهنة مع الأيام، وأنا على ثقة أن الساحة الإعلامية القطرية راح تشهد موهبة أو إعلاميين قطريين مميزين في الفترة القادمة. خلاص بغطون علينا. والله بالعكس، بالعكس أنتم قدوة لهم، والخير يعني خير من يقاد هذه الأجيال إن شاء الله. طيب أستاذة يعني إيمان، أنتم للحين مع الفعالية ولا خلصت؟ لا الحين إحنا انتقلنا للمرحلة الثانية. إحنا لازم نزوركم. إحنا إن شاء الله الورش بتبتدي الأحد والأثنين في معهد الجزيرة. أيضا نوجه لهم كل التحية أنهم يعني استضافونا عندهم في هذه الفترة لتدريب الطلاب أكثر على الفعالية. بنوقف في بداية 11 عشان اختبارات الطلاب، بنرجع مرة ثانية نستأنف الفعالية في نص 11 لين اليوم الوطني إن شاء الله. بس لازم نجيكم إن شاء الله زيارة. إن شاء الله تشرفونا. العادة لما نطلب نصيحة أو كلمة توجهينها للجمهور، لكن أنا المرة أبي كلمة توجهينها للي ما اخترتوهم. بالتأكيد يمكن في بعضهم صادع أحباط أو أنه يمكن غير الفكرة أنه يستمر في هذا المجال، فش تقولين لهم؟ أنا وجهت لهم رسالة بالأمس فعلا، وقلت لهم كلكم مميزات وكلكم مبدعات، بس دائما كنت أقول لهم في أي ورشة كلمة أن البقاء للأفضل، اللي بيبرز نفسه هو اللي بيتم معانا. وإحنا كنا في الخيارات كنا في حيرة من أمرنا، لأن ما شاء الله كل واحد يتميز على الثاني، بس في النهاية اللي تموا هم الأفضل اللي فعلا أبرزوا نفسهم من خلال الورش السابقة. الباقيين أنا أوجه لهم كل الدعم، يعني ممكن حتى في مدارس تواصلوا معي أن أبتدي معهم أطرح لهم ورش في المدارس على أساس أنه خلاص يأهلون هذا الجيل للسنة الجاية إن شاء الله. السيدة إيمان الكعبي رئيس تحرير الأخبار في إذاعة قطر ومدربة الطلبات في فعالية إعلام المستقبل، شاكرين لك تواجدك معنا، والله يوفقكم إن شاء الله، وبالتأكيد لنا زيارة إن شاء الله. شكر لكم مرة ثانية ويعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، في ختام حلقتنا اليوم ننوه إلى أن راح تكون لدينا في تلفزيون قطر حلقة جديدة من برنامج الحقيقة في تمام الساعة 9 مساء، نستضيف فيها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق. نتمنى أن تكونون في متابعة هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني قدمنا لكم حلقة خفيفة من برنامج حياتنا، ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله الخميس الساعة 7. مع السلامة.